اليوم الذي انقضى ذهب بما فيه من خير أو شر، فمن استزاد فيه من الخير غنم، ومن كسب خطيئة قد يدرك توبتها في أيام بقيت لا يعلم عددها. ولكن اليوم الأصلح هو أول يوم يأتي، ولذا لا ينبغي فيه إضاعة الفرصة، ويجب اغتنامه ما دام في القلب نبض وفي أنحاء الجسد حياة، ليجعله الفرد أفضل يوم بما يستزيد فيه من الطاعات. وما أجمل الاستزادة من شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، واغتنام فرصه الثمينة التي لا تعوض، والوقوف بين يدي العفو الغفور ومناجاته. إلهي، لئن فرطت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أخفو وأتبع. إلهي، لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع. إلهي، ذنوبي بذت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. مرحبا بكم في تسبيح. يا سامعين ذكر النبي عالمصطفى وآل النبي صلوا. يا سامعين ذكر النبي عالمصطفى وآل النبي صلوا. لولا النبي وصهر الوصي ما صام البشر ولا صلوا. لولا النبي وصهر الوصي ما صام البشر ولا صلوا. روحي في دار الرسول والزهرة واثنعش كوكب بالسماء هلوا. واثنعش كوكب بالسماء هلوا. قم اصحى يا نايم وحد الدايم، صلي على المحمود والصاحب الموعود. الفجر على الأبواب يا صاحب الزمان، إلو طل بعد غياب. الغيمة رح تنزاح وتطلع شمس يا صاح. حضر ليوم جديد وزين ليوم العيد. حضر ليوم جديد زين ليوم العيد. حضر ليوم جديد وزين ليوم العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يسرني أن أرسل لكم أجمل التحايا وباقات التحايا عبر الأثير، عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. فيا أهلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج تسبيح. أهلا بكم معنا في تسبيح من قناتكم قناة كربلاء الفضائية. أهلا بكم معنا ونحن وإياكم في هذه الانتقالة بين لطائف هذا الشهر الفضيل.
بين فقرة وفقرة إن شاء الله. أنا وأخي حسن الدريع وإن شاء الله إن شاء الله سنكون في هذه الحلقة، وهذا أملنا وحسن ظننا بالله تبارك وتعالى، في توفيق أكثر من الحلقة الماضية وفي مقدمة لتوفيق أكبر في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله زميل الأستاذ علي، من الأمور الحلوة في مجتمعاتنا واللي نشاهدها في كل موسم من شهر رمضان موضوع صلة الأرحام والتزاور. جميل. وهذا اللي أكد عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حيث قال: من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. حسنت. شلون توفيق هذا؟ يعني نفس أنه أنت تجتمع مع عمومتك، مع أخوالك، مع رحمك، مع اللي إلى حق عليك، بالتالي تجلسون على سفرة واحدة، تجتمعون مثلا في جلسة قرآنية. صحيح. في جلسة علمية تتزاورون، تروحون تجون، هذا كله بركة وكله رحمة، وفيه أيضا استنزال للرحمة الإلهية مو بس بالآخرة حتى في الدنيا، وإلى آثار. أحسنت. وآثار الرحمة نلقاها في الدنيا والآخرة وما بينهما، تعلمون ويعلم الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن الإنسان ينتقل بين مراحل عدة في حياته، الحياة في مراحل، يعني الذر والتكوين والإمكان، القبر والبرزخ، ومن ثم عالم الآخرة الذي هو عالم الحساب. في هذه العوالم يحتاج الرحمة الإلهية، هو لم يخرج عنها. وهنا فقط أريد الإشارة إلى شيء قد يكون هنا وحن ما بعيد عن الموضوع لكن يشترك معه في الرحمة. يقولون فلان انتقل إلى رحمة الله، سؤال: هل هو كان خارجا عن الرحمة الإلهية حتى انتقل إليها؟ لا، من رحمة إلى رحمة، من رحمة إلى رحمة. الرحمة الإلهية هناك، رحمة الله إليه لأجر بلا عمل. لا يستطيع أن يعمل بعد، سلبت منه طاقة العمل. الآن فقط يستلم الأجور، يستلم أجر عمله بذاته، ويستلم الأجر العرض القادم إليها والثانوي القادم إليه من خلال من يجري له الثواب. جميل جميل. ونحن هاي إن شاء الله وقفتنا مع المشاهدين وجلستنا بهاي الحلقة لكسب المزيد إن شاء الله من الرحمات الإلهية، ورحمته واسعة كما أشرتم إلى قضية ضرورة صلة الرحم لنشر الرحمة في إن شاء الله. إن شاء الله. إذن على بركة الله نبدأ فقرات هذه الحلقة، وهذه انتقالة للفقرة الأولى إن شاء الله من هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العلي العظيم. أبو علي، قد حلو الإنسان من يكون مساعد للآخرين وينظر الله في الآخرين، حلو، يحترمهم لأنهم عباد الله، ما يستقل الخير بل يستكثر على نفسه أن يكون بعيدا عن أمر الله تبارك وتعالى، ينأى بنفسه أن يكون عنصر سلبي ويتحول إلى كائن إيجابي، يقاسم الآخرين باللقمة والمادة والمعنى والشعور. والأجمل منه أنه يأخذ هذا اللي تفضلت به بعين الاعتبار لما يريد يتعامل ويا الأشخاص، يتعامل وياهم على هذا الأساس. يعني أنا اليوم لما أريد أقدم مساعدة للآخرين، إذا أخلي هذا الشيء ببالي، يا ترى هل راح أقدم لهم القليل اللي يا دوب يعني ربما ما يأثر أصلا بيهم، أو لا راح أدور على أفضل طريقة لمساعدتهم؟ يعني أنا لما أنظر إلى الخلق أنهم كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، أنه كل واحد منهم إلى منزلة وإلى شأن عند الله تبارك وتعالى، لما أنظر بهذا المنظار، يا ترى راح يكون تعاملي وياهم مثل ما مثلا أريد فد واجب مثلا، أو هذا أريد أتخلص منه، أو أريد يعني أتجاوزه أو ما شابه، أكيد راح يكون التفاعل مختلف. لما أنظر إلى كل فرد على أن له منزلة خاصة وأن له شأن من الله تبارك وتعالى، ولما أروح أدور على أفضل طريقة لخدمة الناس، راح يكون تفاعلي تفاعل مميز، وراح أكون مميز مع الآخرين، وراح أكون ذو تأثير على الآخرين أيضا. ما أدري توافقني الرأي أو لا؟ 100% بالعكس، أصلا مو فقط أوافقك الرأي، بل إن شاء الله أشد على كلامك، إن شاء الله أحاول أن أعضد كلامك في قابل الوقت، أنه الإنسان يجب أن ينظر الله في عباده. أنا اليوم بصراحة أتكلم، أنا اليوم قبل لا، عفوا مو قصدي الإساءة، يعني أنا منك وبك، أنا اليوم قبل لا أسيء لك لازم أعرف قيمتك عند الله، وهذا الوقت اللي راح أسيء لك به، هذا الوقت اللي راح أخطئ بحقك وبحق الله به، خب نفس الوقت ونفس الجهد أصبه في شيء إيجاب. يعني بدل ما أتكلم كلمة سوء، خل أتكلم كلمة حق جيدة، خلي أكون ناصح مقوم مهادم. ليش؟ لأن الإنسان إذا تقاسمت وياه الشعور لوجه الله تبارك وتعالى، وتقاسمت وياه المادة لوجه الله تبارك وتعالى، أنت حققت جزء وهدف من المشروع الإلهي. جميل جدا. هذا المقطع طبعا اللي راح نشوفه يحكي لنا أيضا قصة شخص أراد مساعدة الآخرين، أراد مساعدة محتاجة، فظل يفكر أنا شنو أفضل طريقة اللي أقدر أقدمها لهاي حتى تعيش حياة أفضل، ووصل إلى حل مناسب. هالمرة أنا شايف الفيلم
احرق الفيلم لو اسكت؟ لا ان شاء الله نشوف نشوف المقطع وان شاء الله. شفتها توكل البزونه قبل ما هي تاكل. البزونه هم كانت جوعانه مثلها. الانسان ينعرف بالشده. هذا الشيء خلاني افكر هواي بيني وبين نفسي. شسونها ما قدرت تضم الفرحه اللي بداخلها. ابتسمت وقالت لي يا ريت الكل مثلك يا ابني. ومن ذاك اليوم اي واحد يدخل المحلنا يقول أنا هواي مفطر مطاعم بس مثل الأكل الحجية أم محمد ما ماكل. شكرا يا ربي لأنك وفقت. يا رازق كل مرزوق، الله تبارك وتعالى متكفل برزق جميع مخلوقاته حتى الطفل الرضيع. نشوف أول ما يولد الله تبارك وتعالى يهيئ له طعامه، هذا الحليب، هذا المكون الغريب التركيب المصنوع خصيصاً ليتناسب مع الطفل الحديث الولادة. حتى هذا الله تبارك وتعالى تكفل برزقه. شلون اللي يكبر ويكبر ويكبر شلون ما يتكفل برزقه؟ مشكلة البعض ما يفهم أنه الله عز وجل حتى متكفل برزق من كفر به. الله، شفت أنت في يوم رب العالمين منع المطر عن الناس؟ لا. منع النفس عن أحد؟ لا. منع الطعام عن أحد؟ وهذا رزقه. نعم. يعني هذا رزق الله تبارك وتعالى. نعم، قد يحرم من بعض الأرزاق لكن بالنتيجة هنالك رحمة عامة. بالنتيجة الشيء اللي بقي على قيد الحياة متوفر للجميع. نعم. الفيض الإلهي، حتى الفيض الإلهي في مدرسة الفيض الإلهي فلنقول، يعني نازل من السماء للجميع باعتبار هنالك رحمتين، رحمة عامة تشمل جميع العباد ورحمة خاصة تشمل المؤمنين فقط. بالنتيجة الفيض الإلهي بدرجاته يعني المختلفة هابط للجميع. الإنسان هو الذي يضع واقية بينه وبين الفيض بذنوبه. بالتالي نحن اليوم عندما نقول أن الله تبارك وتعالى هو الرازق، هو القوي، هو الكبير، هو العظيم، هذه الصفات كلها تدعونا إلى إعادة حساباتنا في علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. والقضية مو قضية أنه أنا لو أريد الجنة لو أخاف من النار وانتهى الموضوع. لو لا، ليش؟ يعني هي إلا جنة أو نار، يا الله أعبد. أنا أحترم الله، أنا أحب رب العالمين. نعم. في مثل هذه الساعة قاطعك أستاذ علي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغدق علينا ويفتح علينا كل أبواب رزقه، إنه على كل شيء قدير. إلهي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في هذا الدعاء العظيم، دعاء البهاء، هذا الدعاء الذي وصلنا فيه إلى المقطع الخامس. فبعد أن توسل الإمام الباقر سلام الله عليه وسأل الله عز وجل بالبهاء وبأبهى البهاء، وسأل الله عز وجل بجماله، وسأل الله بجلاله، ثم سأل الله بصفة من الصفات الجلالية العظيمة وهي صفة العظمة، وصلنا إلى هذه العبارة المباركة: اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير، اللهم إني أسألك بنورك كله. على نفس السبك الذي مضى في البهاء وفي الجلال وفي الجمال وفي العظمة، النور ضد الظلمة بحسب الظاهر، وقد يعرف بأن النور هو الظاهر في نفسه والمظهر لغيره، فإن النور هو الظاهر بنفسه ويظهر كل ما يقع عليه فينيره. لذلك أغلب المفسرين قالوا لنا بأن النور هو المظهر للغير، ومن خلال النور ومن خلال هذا الاسم تنكشف الكائنات، تتجلى الكائنات. لكن هل هذا النور هو من الأسماء الصفاتية أم من الأسماء الفعلية؟ هناك جملة من العلماء يكتبون في هذا المجال، جملة من العرفاء يقولون لنا كون النور من أسماء الصفات
بل لعله من أسماء الأفعال أظهر، لأنه مأخوذ في مفهوم النور المظهرية للغير في هذا المجال. فإذا اعتبر في الغير الأسماء والصفات في الحضرة الإلهية كما يبين السيد المقدس الخميني رضوان الله عليه، أنه إذا اعتبرنا في الغير الأسماء والصفات في الحضرة الإلهية كان من أسماء الصفات، وإذا اعتبر به مراتب الظهور العينية كان من أسماء الله التي نسميها أسماء الأفعال. إذن هو قد يكون بلحاظين، بلحاظ هو من أسماء الصفات، وبلحاظ هذا النور من أسماء الأفعال. ثم النور ما هو؟ شعاع، شعاع الضياء، أثره هذا النور الذي نتحدث عنه، من خلاله ننير الأشياء ومن خلاله تتنور الأشياء كما فرضنا في هذا المجال. لكن لابد أن نصل إلى نقطة مهمة جدا وعظيمة جدا. لاحظوا أن هذا النور الذي تنورت به ذوات الأشياء، كيف تحدثت الروايات عن نبينا صلى الله عليه وآله وعن أئمتنا؟ فقد ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كما روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي. لاحظوا عظمة وفخامة هذه الرواية. قال: إن الله كان إذ لا كان، يعني ما في شيء مع الله عز وجل، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار. نور الأنوار نورت منه ماذا؟ الأنوار. وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار. ما هو هذا النور؟ قال: وهو النور الذي خلق منه محمداً صلى الله عليه وآله وعلياً عليه السلام، فلم يزالا نورين أولين، إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهما السلام. هذا النور العظيم الذي كان في نبينا صلى الله عليه وآله، هذا النور العظيم الذي كان في إمامنا وولينا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإمام الباقر يسأل الله سبحانه وتعالى بذلك النور الأنور والضياء الأزهر، ثم يقول ويستدرك أن كل نور الله عز وجل نير. صحيح أن هناك أنور، هناك شيء أعلى، هناك شيء نورانيته أعظم وأكبر، لكن يا رب كل هذا النور، كل أفراد النور فيها من النور العظيم الذي يجعلني أسألك بنورك كله، أدخل عليك من كل أبواب نورك. فإن علي نور، وإن فاطمة عليها السلام نور، وإن أنور هذه الأنوار محمد صلى الله عليه وآله، إن الحسن نور، وإن الحسين نور، كل الأئمة وصولا إلى إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كلها أبواب نور. ندخل يا رب، نسألك يا رب هذا النور العظيم، نتقرب إليك، نتوسل إليك بأنور أنوارك، وكل أنوارك نيرة، كل أنوارك عظيمة، نتوسل إليك يا رب بمحمد وآل محمد أن ننال هذا الفضل العظيم في هذه الليالي المباركات. سنتوقف ولو لبعض اللحظات بعد قليل على بعض أسرار هذا النور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك من نورك كله. الإنسان لا يفرق بين نور بسيط ونور قوي، كل الموجودات هي من أنوار الله عز وجل، لكن عندما تريد أن تتوسل إلى الله فإن الإمام الباقر يقول: اذهب إلى أنور الأنوار وإلى أعظم هذه الأنوار، وهو نور المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم يقول لنا: ونور علي هو نور عظيم، ونور فاطمة نور عظيم، ونور الحسن ونور الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكل هذه الأنوار هي من وسائل التوسل إلى الله جل وعلا. هذا النور العظيم الذي نتحدث عنه ذكرته سورة النور في الآية 35، وهي آية جدا مركزية في هذه السورة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر هذه الآية الكريمة. لاحظوا كيف فسر الإمام أمير المؤمنين علي هذه الآية الكريمة. جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت مسجد الكوفة وأمير المؤمنين يكتب بإصبعه ويبتسم، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما الذي يضحكك؟ يعني شو القضية، شو فيه؟ قال: عجبت، يتكلم مع جابر رضوان الله عليه، قال: عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم يعرفها حق معرفتها. فقلت له: وأي آية يا أمير المؤمنين؟ قال: قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: المشكاة محمد صلى الله عليه وآله، فيها مصباح، هذا المصباح، قال: أنا المصباح. في زجاجة، قال: الزجاجة الحسن والحسين عليهما السلام، كأنها كوكب دري، هو علي بن الحسين، يوقد من شجرة مباركة، محمد بن علي، زيتونة جعفر بن محمد، لا شرقية موسى بن جعفر ولا غربية علي بن موسى الرضا، يكاد زيتها يضيء، محمد بن علي، لو لم تمسسه نار، علي بن محمد، نور على نور، هو الحسن بن علي العسكري، يهدي الله لنوره من يشاء، هو القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الروايات في أن الآية نزلت في أهل البيت كثيرة جدا، وروايات تبلغ حد الاستفاضة إن لم يدعي الشخص حد التواتر، لكن هناك روايات كثيرة في هذا المجال. هم أنوار الله سبحانه وتعالى التي توسل بها الإمام الباقر عليه السلام. طبعا فهم النور الإلهي من الأمور الصعبة جدا، لكن يمكن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية، نرجع إلى أدعية أهل البيت، نتلمس بعض من هذا النور. مثلا نجد تعبير: يا منور النور، يعني الله أعطى النور لماذا؟ للنور، وهذا تعبير جدا مهم لنفهم هذا العالم. يا خالق النور، الله خلق هذا النور دفعة واحدة، وهذا النور له مراتب ماذا؟ متعددة. يا مدبر النور، الله دبر هذا النور في كل حلقة، في كل سلسلة من السلاسل النورانية. يا مقدر النور، يا أن الله نور على كل نور. هذه التعبيرات لا نستطيع الآن في هذه البرهة يعني المختصرة من الوقت من السحر، لكن هي مفاتيح إن شاء الله إذا تدبرناها بشكل وبآخر نستطيع أن نفهم هذا النور ونتلمس هذا النور، ونكفي ويكفي أن نعرف أن هذا النور المتجسد في إمامنا المهدي سلام الله تعالى عليه، أن نطلب من الله في هذه الأسحار، في هذه اللحظات، ببركة كلمات الإمام الباقر ودعاء الإمام الباقر في هذا الدعاء العظيم، دعاء البهاء، أن يشرح صدرنا إلى نور، إلى نور الله، وإلى النور المتجسد بإمامنا المهدي. الله هو منور النور، الله هو بيده الهداية التكوينية والهداية التشريعية. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يهدي الله لماذا؟ لنوره من يشاء. هذه الآيات العظيمة التي تحدثت عن النور، وقد قال لنا القرآن: فآمنوا بالله ورسوله
والنور الذي أنزلنا، والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين علي كما نقلنا منذ قليل هذه الرواية. إذن النور مدخل لظهور ومعرفة كل حقيقة. هذا النور وهذا الوجود المنبسط كلما تعمقنا في معرفة الموجودات كلما ازددنا نورا، هذا النور سينعكس في قلوبنا، وعندها من خلال التأمل التفكر. أحد مداخل هذا النور هو هذا الدعاء المبارك في هذه الأسحار. باختصار بكلمة واحدة، الموجودات هذه كلما تعمقنا بها ازددنا إشراقا، فينبعث النور في قلبنا. ومن أهم هذه الأنوار هو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أن النور ينعكس من المرآة وما في حكمها إلى ما يحاذيها، فإن نور الأئمة سينعكس علينا ونور المصطفى صلى الله عليه وآله، بشرط أن نجلي هذا القلب، نهذب هذا القلب خصوصا في هذه الأسحار. نسأل الله أن يوفقنا لتلمس بعض المعارف من هذا الدعاء العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المبتلى الصابر، هالمرأة بتواجه مشكلة مع زوجها وما قدرت تعمل شيء وصابر، الرجل يواجه مشكلة مع شريكه أو مع شريكة حياته مرته وما بده يعمل مشاكل وصابر، أو لكل واحد منهم صاحب الكنز الإلهي المجهول. هذا بيكون مورد رعاية خاصة من الزهراء عليه السلام. هذا الصابر المؤمن المبتلى الصابر، هذا هو كنز مجهول. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بدل إنه هذا ممكن واصل هلأ لمرتبة ولي من أولياء الله، ويدعو فيستجاب له. بس إذا كان فعلا مؤمن صابر واصل لهيك مرحلة، ما بدعي على مؤمن آذاه، يدعو لذلك المؤمن بأن يهديه الله إنه يغير وضعه. والإلحاح في الدعاء مهم جدا، بشرط كثير من الأحيان نحن نبطل مفعول دعائنا. ليش؟ لأنه ندعو بدون يقين. الرواية بتقلنا أدعو وظن حاجتك بالباب، نحن من ندعي ونقول معقول ما هذا طبعه هيك مش راح يتغير، مستحيل. بس على كل حال مأمورين بالدعاء، يعني عم ندعي من غير نفس، يعني لم يقدم طلب الدعاء الحقيقي، يعني ما دعا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مش كل واحد تلفظ بيكون دعا. المؤمن المبتلى الصابر صاحب الكنز المجهول وصاحب مرتبة في القرب من الزهراء عظيم جدا. طبعا القرب من الزهراء عليه السلام هو نفسه القرب من الله سبحانه وتعالى، يرضى الله لرضاها. إلهي سبحانك سبحانك سبحانك، ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا ربي، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلا. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، وقرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون.
وإياك في الليل والنهار يعبدون يا رب. إلهي، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك المآرب وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا، فيا من هو على المقبلين عليه مقبل يا رب، وبالعطف عليهم عائد المفضل، وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه ودود معطوف. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا وأعلاهم عندك منزلا وأجزلهم من ودك قسما وأفضلهم في معرفتك نصيبا، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي يا رب، وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي، فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي ويا جنتي ويا دنياي وآخرتي يا رب، يا لطيف يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود، فوا أسفا من خجلتي وافتضاحي
ووالهفا من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تسبيح، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أنا وأخي الحبيب أبو علي حسن، الله يسلمك، نعيش وياكم هذه الليلة تذكار تسبيح من نوع آخر. كل زائر إلى سوريا، كل زائر يريد أن يصل إلى العتبات المقدسة هناك، يصل إلى القصر الأموي، الجامع الأموي، الجامع الأموي أو القصر الأموي، وبعضهم يسميه عبثاً المسجد الأموي. بعدما يراه من بناء ورخام ومرمر يجد أن هذه التكوينات جامدة لا شموخ وبهاء فيها، بمجرد أن تنعطف قليلاً لتدخل في زقاق ثم زقاق ثم زقاق تجد أن هناك قبة بيضاء صغيرة شامخة تعلو فتسمو، ينتابك البكاء مهما كانت حياتك، يرتجف قلبك من كثرة الدموع لتندهش وأنت تقف أمام الطود الشامخ رقية صلوات الله عليها العظيمة التي لها دور لا يقل شأن عن أي مكون من مكونات ملحمة الطف، لها دور كبير. من أين تأتى دور مولاة رقية؟ وما بني على قبرها لم يعد أدبا إلا حادثة، حادثة مفارقة بنت لأبيها بعد أن رأت رأسه مذبوح. الآن على عظم هذه المأساة وفداحتها، رقية سلام الله عليها، هذه القصة تأخذنا إلى قراءة عوامل شموخ الإنسان. نحن اليوم عندما نعبد الله تبارك وتعالى، هل نحن في خسران وخذلان أم نحن في انتصار؟ هل نحن في انكسار؟ بالعكس. رقية سلام الله عليها لماذا خلدت وبقت إلى الآن تقض مضاجع الظالمين وتذكر بثورة سيد الشهداء، تذكر بالنهضة الحسينية، تذكر بالمظلومية، بل إنها كانت محط رحال المجاهدين المدافعين عن الحرمات والمقدسات، بل إنها كانت يعني تعضد أفعال من لاذ بها من أجل أن يقوم للدفاع عن عقيدة ودين. أنا في الواقع بين كلامك أستاذ علي، أكثر ما أغبط السيدة رقية سلام الله عليها حبها لأبيها الحسين سلام الله عليه. أحسنت. هذا الحب اللي تموت طفلة بمجرد أن ترى رأس أبيها، وهي يعني قصة وهي حادثة أليمة جدا، لكن شوف الحب وصل بها إلى مرتبة بحيث لما رأت أباها الحسين بتلك الحالة ما استطاعت أن تتحمل الموقف، وما استطاعت أن تتحمل المصاب فماتت على رأس أبيها سلام الله عليه. هذا الحب، هذه العلقة يعني بسيد الشهداء ما يحصل عليها أي واحد. بالتالي أنا يعني سبقتني بالفضل الذي أسعى إليه، بالتالي كيف استوجبت مولاتي رقي هذا الشموخ؟ أنا لا أتكلم عن ذاتها المباركة الشريفة المقدسة، أتكلم عن العرض الظاهر منها.
يعني أتكلم عن ما بدر منها من فعل. شوف أنا برأيي ترى المواقف مو بالأعمار. أحسنت. مرات تشوف طفل صغير لكن موقفه أقوى وأفضل وأشرف من مواقف رجال، بل مو بس رجال يعني واصلين إلى مرحلة الشيب. هذا اللي أفنى عمره في طلب الدنيا، وهذا اللي أفنى عمره، مو يقولهم الإمام الحسين سلام الله عليه مليئت بطونكم من الحرام، وتشوف بالمقابل أكو طفل طاهر متغذي على لبن طاهر، متربي تربية حسنة، الله تبارك وتعالى يبارك به. ترى كل ذن الأمور نور يقذفه الله في قلب من يشاء. أنقل لك حادثة. أيام من برى المجاهدون الأفذاذ دفاعا عن العراق تلبية للفتوى، أنا هذا بيؤم عيني، كان حوار بين طفل قادم ويا أبوه في منطقة الجسر الياباني قريب الفلوجة. كانت مواكب الدعم اللوجستي تأتي، ومواكب الدعم اللوجستي كانت تندك مع المقاتلين، يحملون السلاح ويروحون يقاتلون. ثق، أنا ما جاي أنقل شيء غير الواقع. فهذا يجي ويا أطفاله، أبناء أطفال صغار، لأن هذول تربية المنبر الحسيني، تربية الحوزة، تربية الشعائر. ما عند هذه المنطقة سنية لو شيعية، عند هذه المنطقة بها مظلومين، خلي نضرب الإرهابيين حتى يرجعون. فصار حوار بين طفل ما يتجاوز عمره 12 سنة، حلو، جاي ويا أبوه، وأبوه مجروح، وقال له لا ودي مي، ذولا أكل كانوا ملقى القبض عليه من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية من الدواعش. كان واحد من الدواعش لحيته اللي جاء، وأيضا يرتدي نوع من أنواع العمائم ويلهج بالقرآن الكريم. فالولد قال له أنت شو تسوي بالقرآن اللي ما نجاك؟ القرآن بريء. لا، الولد سأله سؤال جدا ذكي وغريب، قال له أنت شو تسوي بهذا القرآن اللي ما نجاك؟ قال له يعني شنو؟ قال له القرآن الكريم يحتاج تطبيق، وماكو تطبيق غير اتباع محمد وآل محمد حتى ينجيك بالدنيا والآخرة. جميل. هذا شموخ وهذا خذلان. أنا بس أعضد كلامك. جميل. إنه الموقف ما يتعلق. طبعا مع الفارق أن السيدة رقية لا ما عندنا هذا قياس. نموذج أكيد نموذج يعني قياس. ربما أنت شاهدت في حياتك، لكن وين السيدة رقية سلام الله عليها مقامها؟ وكذلك نشوف بعض الشخصيات اللي إلها رمز خاص. إحنا إذا أريد نحكي عن السيدة رقية نرقى إلى الإمام الجواد، نذهب إلى عيسى بن مريم الإمامة، هو في نذهب إلى عيسى بن مريم، نذهب إلى الإمام الحجة، كلهم كانت لهم مواقف مهمة وهم في صغر سنهم. الفكرة ما بها أنه هذا نموذج من اتبع أو سار على هدى محمد وآل محمد. نسأل الله تعالى أن نكون منهم إن شاء الله، وأن يحشرنا معهم في الآخرة، وهي إن شاء الله وداعية مع الأعزاء المشاهدين حتى نتوجه أيضا لتناول السحور مع بعض، والمشاهدين الأفاضل اللي يتابعونا أيضا على قناة كربلاء الفضائية. أيضا ما باقي كثير من الوقت حتى يتهيئون ويتسحرون، واللي عنده دعاء واللي عنده تحضير لصلاة الصبح نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج تسبيح. إلى ذلك الحين نيابة عني وعن زميلي الأستاذ علي السوداني، ودعكم في أمان الله وحفظه ورعايته. في أمان الله.